اسمع يا سبكي واسمع يا رمضان، اسمعي يا فيفي واسمعي يا إلهام. خليته بالفن المصري المحال أصبح حال. إيه القضية اللي الفن اللي بتقدموه في المجتمع المصري ممكن يوصل لحد فين غير ترندات التيك توك واليوتيوب والفيس والانستجرام كمان، علشان الشرطة أو المباحث الأمنية تعثر على جثمان بنت عندها 18 سنة اسمها فرح محمد، رجليها مقطوعة والتحلل أكل في جسمها من ساعات قريبة قوي، عثروا عليها في مصرف أو في ترعة زراعية في منطقة اسمها منطقة طنطا، والحادثة كلها وقعت في سيبربي، وكمان الواقع أو جريمة القتل وقعت في منطقة اسمها منطقة الجلاء. ايه اللي حصل لفرح محمد اللي عندها 18 سنة، وازاي ان صديقتها تنهي حياتها بالشكل ده وبالجرم ده؟ طبعا يعني تم ابلاغ الجهات المعنية ورجال الشرطة بعدد كبير جدا من البلاغات من قبل اهالي المنطقة في منطقة اسمها سيبربي انهم لقوا جثمان بنت عندها 18 سنة ظاهر عليها التحلل ورجليها مقطوعة ورجلها مرمية جنبها، علشان يتم هنا البحث في بلاغات التغيب ويتواجدوا ان الجثمان ده لبنت عندها 18 سنة. الحكاية من البداية ان في بنت اسمها هبة، هبة عندها 18 سنة في الصف الثاني الثانوي، وكمان فرح زميلتها في المدرسة. هبة مأجرة شقة او اهلها مأجرين شقة، لكن اهلها ما كانوش متواجدين في الوقت اللي تم فيه الجريمة، كانت مأجرين شقة وانهت حياة صديقتها وصديقة عمرها فرح محمد اللي عندها 18 سنة. والسبب ده كله علشان شاب بيكلم الاثنين من وراهم هما الاثنين، تظاهر عليهم بالحب هما الاثنين، وهنا الاثنين عرفوا ان الشاب على علاقة بيهم هما الاثنين. خلافات كتيرة ما بين هبة وما بين فرح اودت بحياة فرح اللي عندها 18 سنة. الحكاية ابتدت، لو هتكمل معانا الفيديو ليه النهاية، لان دي هتكون الترند خلال الايام الجاية، والواقعة دي بقالها ساعات بسيطة. تم القبض على المتهمة وتم القبض على الشاب اللي بيحب الاثنين. في دروس مستفادة كتيرة قوي هنقول لحضراتكم عليها، لكن نعرف تفاصيل القضية. ففضلا وليس امرا، لو هتكمل معانا الحلقة للنهاية يريد تقدر جهودنا وتشرفنا بتواجدك معانا او تواجدك معانا على القناة. الحكاية ابتدت لما كانت هبة وصاحبتها آية اللي بقالهم اكتر من يعني من سن صغير قوي من الابتدائي وعايشين في منطقة واحدة، الاثنين يمكن بدأوا ان هم ياخدوا خطوات الدراسة مع بعضهم فرح وهبة. هنا طبعا اتعرف عليهم شاب، اتعرف على هبة في الاول اللي هي القاتلة، وبعد كده اتعرف على فرح لان فرح كانت زميلة هبة، والعلاقات المتعددة واللقاءات والحاجات دي عجبت المرحومة فرح الولد اللي هو الشاب، فعشان كده بدأ ياخد القاتلة او اللي هي هبة كوبري للبنت التانية. بدأ يتودد للاثنين ويتكلم مع الاثنين ويخرج مع دي من ورا دي ويخرج مع دي من ورا دي، لكن هبة اللي هي الحبيبة الأولانية تقول له في ايه ما بين قوسين اعمار 18 سنة، انت بتعلمه فين الحاجات دي؟ اكيد من الفن اللي بيتقدم هنا في مصر عن طريق اباحة يعني الحرام وتحريم الحلال من خلال الفيديوهات والافلام والترندات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا من خلال الفن المصري اللي انا يعني خصيمه امام ربنا سبحانه وتعالى ليوم القيامة. هنا طبعا اتعددت اللقاءات ما بين الشاب ده وما بين هبة وما بين المرحومة فرح من وراء بعضهم، وياخد ده كوبري ده وده كوبري ده، لحد ما هبة قدرت وتأكدت من اكتر من اختبار من خلال بقى رسائل الواتس اب شافتهم مع بعض ان الشاب ده على علاقة بفرح. الاسرة فين؟ الاهل فين؟ هنعمل ايه؟ فين غياب الاهل من القصة دي كلها؟ ان جوز بنات من عائلتين مختلفتين اصدقاء يرتبطوا بشاب وعمرهم 18 سنة. فالمهم ان بدأت الخلافات تنشأ ما بين هبة وما بين فرح، لا ده انا حبيبته الاولانية، لا ده هو سابق واخترنا انا. فهنا فكرت هبة انها تستدرج صديقتها فرح علشان تنهي حياتها وتتخلص من حياتها، وده كله علشان تفوز بشاب على شط البحر، يعني شاب ولا كتب كتابها ولا تقدم لخطوبتها، ده كله تبعت خطوات الشيطان عشان تتخلص من صديقتها فرح الله يرحمها. هنا طبعا كانت مأجرة شقة هبة،
استدرجت صديقتها ونشب خلاف داخل الشقه. على اثره ايه بقى؟ على اثره ان هبه راحت استلت سكين من المطبخ وبدات انها توجه طعنات لفرح الله يرحمها واللي ماتت في التو واللحظه. هبه قعدت بايته مع الجثمان 3 ايام عشان مأجره شقه. هنا الجثمان هي قاعده تفكر تتخلص ازاي من جثه صاحبتها، صديقتها، توديها فين وكده، حست انها لابسه القضيه، عاوزه تتصرف يا ساده. لكن قعدت عايشه مع الجثمان 3 ايام لحد ما اهالي العماره او سكان العماره حسوا برائحه كريهه منتشره في ارجاء العماره اللي هم ساكنين فيها في منطقه اسمها منطقه الجلاء. المنطقه دي مشهوره قوي في طنطا. هنا بدات الاهالي تتصل بمين؟ تكلم صاحب العقار. قال لهم اه ده الشقه بتاعتي بس انا مأجرها لفلانه الفلانيه. هنا طبعا صاحب العقار اتصل على هبه وقال لها يا بنتي في ريحه كريهه في الشقه، عاوزين نعرف مصدرها ايه. والناس بدات تتاذى. قالت له يا عمو، وده اللي جاب البلاوي ورانا، يا عمو انت عارف ان النور بيقطع وكان عندي شويه لحمه في الثلاجه وبداوا ان هم يعفنوا والريحه بتاعتهم انا كده كده هشيلها وارميها. الراجل صدق الكلام لان احنا عارفين هنا في مصر من خلال 10 ايام الرائحه يعني ممكن اي حاجه في الثلاجه وقت انقطاع الكهرباء ممكن تعمل ريحه كريهه. هنا صاحب العقار الناس بقى اللي اتصلت عليه ايه حلت لنا المشكله، اه ده طلع عندها شويه لحمه بايظين في الثلاجه ومنها ما كانتش بتقعد في البيت وبتنسى النور تقيده وبتاع، فهي خلاص هتشيلهم وترميهم. واخدين بالكم؟ شوفوا تخطيط البنت وصل لحد فين. وبالفعل البنت بعد 3 ايام ما قعدت مع الجثمان بدا يظهر عليه التحلل، بدأت تفكر تعمل ايه. الجثمان قدامها بشحمه ولحمه، بدأت تفكر انها تقطع الجثمان. بالفعل جابت من اللي هي الشواطير او الحاجات اللي زي او السكاكين اللي هي يعني كبيرة الحجم، وبالفعل قطعت رجلين البنت، يعني فرح اتقطع رجليها. لكن الريحة بدأت تزداد، تخيلوا ولا شفقة ولا رحمة ولا حنية ولا عيش وملح ولا صداقة من قبل هبة علشان تعمل فيه صديقتها وصاحبتها وصاحبة العمر. كل ده وده كله علشان خاطر شاب ضحك على الاثنين. اللي عاوز يتقدم لبنته واللي عايز يحب بنته يروح يخبط على باب البيت. سيبكم من الهراءات والمراسلات والمكالمات والمقابلات، ونحط ما بين قوسين في دور الاسره يا ساده، لكن هنكمل لحضراتكم الحكايه. هنا بدات هبه تستحمل الريحه الكريهه وتحط كمامات ومش عارف ايه، وقدرت انها تقطع الجثمان من القدم، يعني قطعت رجلها من تحت الاثنين، والريحه ما زالت بتنتشر في العقار. هنا برضو اتصل عليها اللي هو صاحب العقار، فهنا خلاص هبه قالت بقى ما عادش ينفع تقطيع ولا تجزئه، المهم ان انا اتصرف من الجثمان. بدات تجيب روائح يعني حاجات من اللي هي المعطر والحاجات دي وتفشها في الشقه، واستغلت وقت متاخر قوي من الليل والسكان كلها طبعا نايمين، وبدات انها يعني قطعت رجلين البنت علشان يسهل عليها حمل صديقتها. واخدين بالكم؟ صديقتها، وهنا يمكن اخفاء الجثمان. بالفعل قطعت رجليها وحطتهم في شوال، وجثمان البنت يمكن من فوق الركبه كده لحد الراس وتحطه في شوال تاني. بدات انها تجيب توك توك من احد المعارف واخدت جثمان البنت في التوك توك وطلعت على مكان قريب من شارع الجلاء في قريه او في منطقه اسمها سيبربي، واتجاه الاراضي الزراعيه رمت البنت ورمت قدمها معاها، وكده حطت في دماغها ان الموضوع خلاص اتقفل والموضوع اتنسى ومفيش حد هيقدر ان يوصل للجثمان. لكن يعني قعدت 3 ايام نايمه وبتاكل وبتشرب جنب جثمان صديقتها اختها. والصداقه النهارده لما تكون على ما يرام بتكون زي الاخوات بالظبط، لكن ما عادش في ايمان وما عادش في امان. النهارده الكل التقليد الاعمى من الممثلين والممثلات اللي بيبيحوا المحرمات وبيحلوا المبطلات، النهارده الناس كلها بقت بتقلد، ان كان تسريحه، ان كان فيلم، ان كان مش عارف مين، ابراهيم الابيض وابراهيم ابو زلومه. واخدين بالكم؟ تقليد اعمى من خلال ان الشيء ده جائز من خلال الفن اللي بيتقدم بيه السبكي ومحمد رمضان وابراهيم شفطوره وعلي بعجوره. واخدين بالكم؟ تبدأت البنت اتخلصت من الجثمان واعتقدت بقى اعتقاد كلي ان مفيش حد هيقدر يوصل للقضيه. لكن هنا اسره فرح محمد كانت اتقدمت ببلاغ رسمي للجهات المعنيه قسم شرطه ثاني طنطا. علشان كده بدأ بقى لما الأهالي عثروا على جثمان البنت دي على جرف المصرف أو شط ترعة، يعني بدأوا يبلغوا الشرطة اللي حضرت في التو واللحظة. وهنا في الوقت ده كلفت النيابة العامة بالبحث والتحرير تشوفوا البنت دي بنت مين ومين اللي قتلها. لكن هي ماتت، لكن حقها مش هيموت. بدأ طبعا بفحص البلاغات
والتغيرات اللي كانت في قسم الشرطة الثاني طنطا، بدأوا ان هم يوصلوا لمعالم البنت دي، وبالفعل اسرتها جت واتعرفت على الجثمان علشان يتم نصب الكمائن ويتم التحريات من قبل النيابة العامة بمعاونة رجال الشرطة او المباحث العامة، لحد ما قدروا يوصلوا ان في البنت اللي هي صديقتها اسمها هبه مأجره شقه، وعاوزين نفهم يعني تأجير الشقه ده كان اسرتها معاها ولا مش معاها. هو طبعا يعني يمكن البيانات كلها مش جاهزه معانا او التفاصيل كلها، لان الواقع دي بقى لها قد ايه؟ بقى لها 3 4 ساعات من تسجيل الفيديو اللي انا بسجل لحضراتكم الفيديو دوت، ودلوقتي وقته مثلا الساعه 1 الظهر، انا مسجله بالامس يعني مسجله امبارح في حدود الساعه 12 بالليل بعد الواقع واكتشاف الجريمه بساعتين، فاكيد التفاصيل كلها هنقولها لحضراتكم في فيديوهات قادمة بإذن الله. هنا من خلال البحث والتحريات آخر مكان أو آخر وقت كانت متواجدة فيه المرحومة فرح محمد كانت مع هبة صديقتها اللي في نفس العمر بتاعها. الغريب إن هما الاتنين في تانية ثانوي، في تانية ثانوي يعني لسه يعني لسه لسه مفطومين من سنين، لسه الضفاير في دماغهم يا جماعة. لكن شفتوا الفحش والفجر وصل لحد فين؟ تقليد أعمى، وده كله علشان مين يفوز بالشاب، والشاب في الاخر ولا كان هيتجوز دي ولا كان هيتجوز دي، بيلعب بمشاعرهم، بيلعب بمش عارف ايه عشان يطول حاجه، عشان مش عارف زي ما انتم فاهمين كده. فبدات انها التحريات والاتهامات وتشار بالاصابع الاتهام الى المتهمه هبه، بالتالي تم نصب اكتر من كمين وتعرفت مكانها وتم القبض عليها علشان تعترف بالجريمه من طقطق لسلامه عليكم. اكيد اقوال المتهمه لسه ما اتنشرتش ولسه ما قدرناش ان احنا نوصل ليها، لكن حبينا بس نشوف دروس مستفاده في القضيه بعد ما اعترفت في التحقيقات الاوليه. قالت ايوه انا كنت بحب فلان وهي بتحبه، واتعرف عليها من خلالي، وانا حبيبته الاولانيه هو ورث، هو يعني تركة عشان تقولي ده بتاعي وده مش بتاعي، علشان تحجري على الشاب يتجوز مين ولا مين، انت وهي وهو علاقات غير شرعية، حاجات وعادات وتقاليد ما تعلمناش عليها. النهاردة الإنسان لما يكون حابب يخطب واحدة أو معجب ببنت لها بيت ولها أسرة، يروح لحد الباب ويطرق الباب علشان يتقدم بشكل رسمي، وتقدم بشكل كمان مش رسمي، لا ده شرعي كمان. حكت القصة في التحقيقات الأولية وتم القبض عليها وتم القبض على الشاب، وقالت ان انا قطعت جثمانها، ولما الريحه بدات انها تزداد في العماره، هنا عمه صاحب العماره اتصل عليا وقال لي شوفي الريحه دي رايحه فين وجايه منين، فهنا بعد ما قطعت رجليها حسيت ان انا هاخد وقت كبير جدا في تقطيع بقيه الجثمان، وانا مش هستفاد بتقطيع الجثمان لانها كده كده خلاص ماتت. وبعدين اللي خلاني ارميها في مصرف زراعي ان معالم وشها او وجهها بدا ان هو يزال، يعني خلاص التحلل بدا يشتغل في جثمان البنت، يعني خلاص بدات تزرق وبتاع. وقعدت مع البنت 3 ايام في الشقه، وقعدت 3 ايام في مصرف الزراعه، يعني فات عليها في حدود اسبوع، فهنا خلاص يعني معالم الجثمان كانت اختفت تماما. لكن باستدعاء الاسره اتعرفوا على جثمان بنتهم بعد ما الاسره ما عملت بلاغ في نجده قسم طنطا بتغيب بنتهم فرح محمد اللي عندها 18 سنه. يعني ايه؟ يعني وصلنا ان احنا بقينا في اخر ايام الزمان، وصلنا ان احنا يعني خلاص في اخر الزمان في الدنيا، ان بنت عندها 18 سنه تخطط وتقتل وتنهي حياتها وكمان تقطع جثمانها وتخفي الجريمه، كل ده في عقل بنت؟ طب متخيلين يا جماعه، متخيلين 18 سنه في ثانيه ثانوي يعني ايه؟ يعني كانت من سنه واحده في ثالثه اعدادي، في ثالثه اعدادي، يعني تخيلوا الفكر الشيطاني وده كله ايه؟ ها من دس الافكار ودس الحاجات الوحشه من الفن اللي احنا بنشوفه، ازاي ان زوجه تخون زوجها، ازاي ان اخ يخون شقيقه في زوجته، دي كلها من الافلام اللي بتقدم لنا حاجات. زي ما قلت لحضراتكم ان انا خصيم الفن المصري ده الى يوم القيامه، وانا ببرئ ذمتي ان انا ولا ليس لي ناقه ولا جمل ولا بتفرج ولا ببص على اي حاجه، وده طبعا ده راي الشخص حضراتكم، يعني حابين تتفرجوا اتفرجوا، لكن ازاي التفكير الشيطاني وصل لبنت عندها 18 سنه انها تنهي حياه صديقتها؟ يعني الصداقه اليومين دول بقت بالشكل ده، زي ما احنا طبعا متضمنين في قضيه الدكتور اسامه توفيق، الصداقه برضو نفس القصه، هي اللي اغوت الصديق بقتل صديقه، وهنا تتنقل الصوره بس بشكل نسائي ما بين بنتين عندهم 18 سنه يحبوا شاب واحد ويتعاركوا عليه ويتشاجروا عليه، وايه اللي ضمنكم ان ده كان هيتجوز دي ولا هيتجوز دي؟ وازاي ان انت تتخلصي من صديقتك علشان تفوزي بشاب؟ تم القبض على الشاب طبعا، يعني الشاب بعيد
كل البعد هيتحقق معاه. وطبعا يعني لو كان مشتبه فيه ان هو ساعد البنت دي في اخفاء الجثمان ولا لا، ولو ثبت انه ما ساعدش خلاص، وهو اكيد ما ساعدش لان البنت دي اتخذت الخطوه دي والجريمه والواقعه دي من تلقاء نفسها. فاكيد بعد 24 ساعه من التحقيقات هيخرج وخلاص، يعني هي معديه السن القانوني ما تقلقوش، يعني 18 سنه يعني لو ثبت الجريمه ومثلت الجريمه فان شاء الله اعدام. لكن الدروس المستفاده اللي المفروض ان احنا نتعلم منها ونتعلم من اخطاء الغير: غياب دور الاسره. كنتوا فين؟ الاسرتين الاثنين بنحملهم كمان الذنب والمسؤوليه. ازاي بنتك ترتبط بواحد واكيد يعني لما تدخلوا في مشروع جواز وحاجات من دي يعني في مقابلات، وان البنت تقدر انها تستاجر شقه مفروشه، يبقى هنا في سبات عميق. يعني الاسره نايمه نينه خالص ولا تعرف حاجه عن بناتها، سواء الاسرتين رحم الله فرح محمد، طبعا يعني دي لا يجوز عليها غير الرحمه رغم يعني خطاها باقامه علاقه، مش شرط بقى علاقه قاسمه او غير قاسمه، المهم ان كان في علاقه ما بين البنتين وما بين الشاب، ربنا ينتقم من اللي كان منه السبب. واكيد هتتقدم للمحكمه الجنائيه خلال شهور بعد عدد من درجات التقاضي وتمثيل الجريمه والاعترافات، وهوب هنلاقي محامي طالع يدافع عن البنت قريب قوي. حكينا لحضراتكم التفاصيل اللي وصلت لنا في القضيه اللي خلال ايام هتلاقوها ظاهره على الفيس وهتلاقوها ظاهره على اغلب المنصات المحترمه من اليوتيوب، لكن حبينا ان احنا نكون سباقين بالخبر وننشر لحضراتكم خبر مقتل فرح محمد صاحبة 18 سنة أو طالبة الثانوي العام لأنها في تانية ثانوي عام. وأكيد متابعين القضية، ولو في أي جديد من اعترافات أو تمثيل جريمة أو اشتراك مجرمين أو متهمين في القضية فأكيد هنطلع ننشرها لحضراتكم في التو واللحظة. لو وصلت معانا للدقيقة دي فإحنا ممنونين لتواجد حضرتك وممنونين للوقت اللي أنت قضيته معانا، وبنتقدم بكل الشكر وكل التقدير لكل حد من الإخوة والأخوات متواجدين معانا في بث اليوم. بشكركم جميعا وكل سنه وانتم طيبين وربنا يحفظ اولادكم جميعا، لكن يعني محتاجين كومنتات حضراتكم على القضيه اللي احنا بننشرها، لان اكيد بناخد نصايح كتيره قوي من اراء حضراتكم. وهل انتم معايا في حته ان الاسره لها دور كبير جدا في ارتكاب الجريمه علشان كانوا في غياهيب الجب في سبات عميق من مراقبه الاولاد؟ فعاوزين برضو من حضراتكم أراءكم في الكومنتات، منتظرينها. دمتم بخير، نورتم.